اختتم المؤتمر الرابع للمكاتب الإقليمية للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الملتقى الاستثماري الأول للتعدين بالنيل الأزرق أعماله اليوم بمدينة الروسيرس، وأصدر العديد من التوصيات الرامية للدفع بالعمل إلى الأمام وتلافي السلبيات. وأكد دكتور محمد أبو فاطمة عبد الله المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية على أن الملتقى قد أرسى وأسس التعاون المشترك والتنسيق بين المركز والولايات لصالح الإنتاج. إلى ذلك دعا رئيس شعبة التعدين بالمجلس الوطني دكتور عمر آدم رحمة إلى عدم تصدير الذهب والاحتفاظ به كاحتياطي لضمان تمويل المشروعات وضرورة تغيير المعادلة برفع نسبة إنتاج الشركات مقابل التعدين التقليدي. في ذات السياق أكد وزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم أن وزارته ماضية في توطين صناعة التعدين بالبلاد وإيقاف تصديرها في شكل خام، مضيفا أن إنتاج الذهب خلال العام المنصرم بلغ 100 طن بما يعادل نحو 400 مليون دولار وهو ما يعادل صادرات البلاد من النفط قبل الانفصال. سياسة الوزارة إنه يا جماعة ما نصدر خام، خام ده إذا صدرته ما بتلقى منه عائد كبير لأنه ما أديته قيمة مضافة. نحن مهمتنا أو سياستنا إنه نوقف صادر الخام. طبعا في 40 معدن الآن مكتشف في السودان، إحنا بنطلع منها 13 بس على رأس الذهب. الذهب ده طبعا حيصدر يعني لحد فترة بنصدر لأنه محتاجين لعملة صعبة، لكن 13 معدن الأخرى ما حنصدر خام يعني. لازم نضيف لها قيمة مضافة، وعندكم هنا أنتم مشهورين بالكروم، لازم نضيف قيمة مضافة للكروم قبل ما نصدره لأنه في عائد مجزي أكتر. لازم نوطن صناعة التعدين في هذا البلد، لأنه شنو؟ لأنه المادة دي لما أنت تصدرها خام ما حتستفيد منها كثير، حتشيل منك دولة أخرى، حتوطن صناعة أنت ما تكون ما مستفيد، بكون هو مستفيد أكتر منك. وإن شاء الله نزع لتوطين الصناعة بتاعة التعدين في السودان إن شاء الله. ويجيء مؤتمر المكاتب الإقليمية الجيولوجية الرابع والملتقى الاستثماري الأول للثروة المعدنية للنظر في التجارب الماثلة وتلمس المشكلات التي تواجه قطاع التعدين بشقيه التقليدي والمنظم والعمل على تذليلها دفعا لعملية الإنتاج. تأكيدا لاهتمام الدولة بقطاع التعدين التقليدي والمنظم، انعقد بولاية النيل الأزرق مؤتمر المكاتب الإقليمية الجيولوجية الرابع والملتقى الاستثماري الأول للثروة المعدنية بمشاركة 13 مكتبا ولائيا يمثلون الولايات المختلفة، بحضور بروفيسور هاشم علي سالم وزير المعادن ووالي النيل الأزرق، حسين ياسين حمد وعدد من المسؤولين بالمركز والولايات. يعتبر قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به من أهم الأنشطة الاقتصادية التي كانت ولا تزال الأساس للتنمية الاقتصادية بمختلف جوانبها، وعليه أننا نسر ثقة تامة بأن ملتقانا هذا سيسهم بإذن الله في تحقيق المزيد من أحكام التنسيق والمشاركة والتعاون بين المركز والولايات والشركات للعمل على زيادة مساهمة الشركات في الإنتاج والإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الإيجابيات وتذليل العقبات والصعاب. وأكد المتحدثون في الملتقى إمكانيات ولاية النيل الأزرق التعدينية الهائلة، فضلا عن موقعها الممتاز والطرق التي تربطها بالمركز، مشيرين إلى أن المؤتمر يهدف لمزيد من التنسيق بين المركز والولايات لاستكشاف إمكانيات السودان المعدنية بالتركيز على ولاية النيل الأزرق لما تتمتع به من خامات تشمل الذهب والكروم وسبائك الصلب والزنك والرخام. ونحن في العام 2017 المنصرم كنا قد بدأنا نحقق العديد من الإنجازات في مسائل التعدين المتعددة، مما حفز كل الغائمين بأمر التعدين أن يمضوا قدما، وحفز وزارة المعادن في أن تحضر إلى هذه الولاية لتحقق آمال هذه الولاية في تحقيق الطفرة التعدينية المتنوعة. وهدفت زيارة وزير المعادن لولاية النيل الأزرق لتهيئة مناخ التعدين لجذب الشركات الكبرى للاستثمار والمشاركة في عملية التنمية من خلال العمل على توفير الخدمات وتحسين بيئة العمل في مواقع التعدين. مرحبا بكم من جديد في الحدث الاقتصادي من سودانية 24، وللحديث عن المؤتمر الرابع للمكاتب الإقليمية للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية والملتقى الاستثماري الأول للتعدين بالنيل الأزرق، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور محمد أبو فاطمة عبد الله مدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية. مرحبا بكم ومساء الخير.
السلام عليكم ورحمة الله ومساء النور. في البدء، ما هي الموضوعات التي ناقشها مؤتمر المكاتب الإقليمية الجيولوجية الرابع والملتقى الاستثماري الأول للثروة المعدنية بولاية النيل الأزرق؟ كان هناك هدفان أساسيان للملتقى والمؤتمر بالنسبة للمكاتب الولائية في حاضرة النيل الأزرق التمازين، وكذلك ملتقى الاقتصاد والاستثمار في المعادن في ولاية النيل الأزرق، هي الولاية المشهورة تاريخيا بوجود المعادن النفيسة فيها. أما بما يخص مؤتمر الولايات، هو مؤتمر راتب كل عام يعقد في واحد من الولايات، رئاسة الولايات يجتمع فيه كل مكاتب الولائية، إدارات التخصصية والإدارات العامة، بالإضافة إلى مدراء المكاتب الإقليمية وبحضور الإدارات التخصصية لمناقشة الأداء للعام السابق ومناقشة الخطة، وفي نفس الوقت إحكام التنسيق وتعارف وتجويد الأداء للعام المقبل وتنفيذ كل الخطط والاستراتيجيات بصورة متكاملة. وتم في هذا اللقاء مناقشة الأوراق العلمية بالإضافة إلى الخطط الأساسية التي تم تنفيذها والمعوقات أو التحديات التي تواجه هذه المكاتب في تنفيذ برامجها وكيفية تطوير العلاقات وتعظيم الإيجابيات مع الولايات والمركز والشركات العاملة في هذا القطاع. وقد نوقشت باستفاضة كل المكاتب، وتم تشييد بعض منها وبعض منها بالإيجاد، وإن شاء الله قد خصصت كل المكاتب أراضي لها ليتم تنفيذ البناء في الوقت القريب. وفي هذه الميزانية سوف تشيد 5 مكاتب في العام 2018، وقد تم التشييد من قبل 3 مكاتب، وهناك 4 مكاتب أساسية قديمة في كل من ولاية البحر الأحمر وعطبرة والنيل الأزرق ونيالة. فبالتالي سوف يكمل إن شاء الله في القريب العاجل كل هذه المكاتب وتكون لها استراتيجيات وعمل منسق مع المركز وتنفيذ كل برامج التخريط الجيولوجي والمعدني ووضع الخارطة الاستثمارية الموجهة لكل الولايات وفي الخارطة الكبيرة بالنسبة للسودان الموحد. نعم، طيب سيد أبو فاطمة، وزارة المعادن خيرت الشركات بين مواصلة العمل أو سحب التراخيص الممنوحة لها، ما هي الإجراءات التي يجب أن تتبع إزاء ذلك؟ فقد تم نقاش مستفيض في الإجراءات واللوائح والقوانين التي تطبق في تنفيذ أي برنامج استثماري في قطاع التعدين، ومن أهم ذلك ونوقشت كيفية منح الرخص، رخص الامتياز ورخص التعدين الصغير، أو حتى رخص بالنسبة لمخلفات التعدين التقليدي، حتى تقنين التعدين التقليدي بصورة مفصلة وتوضح ذلك للمستثمرين، وكذلك الإجراءات التي تتبع أثناء الإنتاج بالنسبة للشركات العاملة في هذا القطاع. وهناك موقع إلكتروني للوزارة فيها كل التفاصيل بالنسبة للمستثمرين لمعرفة الإجراءات وكيفية التسهيل. هناك نافذة موحدة لتسهيل عملية أخذ المعلومات وكيفية تقديم وشروط التقديم والحصول على التراخيص المختلفة، سواء كان بحث عام أو بحث مطلق أو امتياز للاستكشاف والتعدين أو عقد تعدين بالنسبة للتعدين المنتظم أو التعدين التقليدي أو الصغير. طيب دكتور محمد أبو فاطمة، يعني في ختام هذه النافذة، ويعني الوقت قد انتهى، ولكن نمنحك دقيقة، هناك سياسات جديدة أعلنها بنك السودان فيما يلي شراء الذهب، إلى أي مدى يمكن أن تسهم في تشجيع المستثمرين وما هو أثرها على الناتج القومي؟ بالنسبة إنتاج الذهب هو تصاعد كثيرا في السنوات الأخيرة، وبلغ في هذا العام أو نهاية العام 2017 أكثر من 107 طن من الذهب الصافي، ونتوقع أن يزيد كذلك في العام 2018 إلى أكثر من ذلك، وبالتالي يكون قد ثبتنا في الموقع الثاني إفريقيا والتاسع عالميا. أما هذه السياسات التي يتبعها البنك، إن شاء الله مستقبلا سوف تكون هناك بورصة عالمية ينفذ فيها الشراء والبيع بصورة
مفتحة، وبالتالي يكون شراء بالسعر العالمي الذي سوف يشجع الشركات أو الذين يتعاملون بالذهب بصورة واضحة، وبالتالي يكون هناك حصار على التهريب وفي نفس الوقت الاحتواء المنتج بصورة كبيرة، مما يزيد من الميزان التجاري في البلاد. شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو فاطمة عبد الله، مدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. قبل الختام أذكر بأهم العناوين. صندوق الإسكان يعلن عن خطة لتوفير السكن في كل الولايات. بدء تسجيل وحصر العربات غير المقننة ببورصة الفاشر. نهاية الحدث الاقتصادي، إلى اللقاء.